إن بقيت بعض المنشورات وشهادات الشهود من أعضاء مجلس قيادة الثورة نورت لنا السكة. وأنا قابلت طبعا كثير من أعضاء مجلس قيادة الثورة، بالمناسبة قابلت القيادات الجماعة الإرهابية وقابلت قيادات من منظمات اليسار المركزي، وأنا بعمل ماجستير والدكتوراه عشان أستكمل الشهادات لغيبة الوثائق. لذلك عايز أقول لحضرتك القرارين دول فجأة قدموا الميعاد ل 52، وده عمل مشكله كبيره جدا، لان الملك كان او في اشاعه طلعت ان الملك عرف ال 12، كانوا وصلوا 12 بقى. ال 12 ضابط او المجموعه اللي هي الضباط الاحرار، هم على فكره بس عشان دي تفاصيل بيزيدوا وينقصوا لغايه ما هيوصلوا 13 ليله الثور. فمن 9 ل 12 13 هيطلعوا بقى. ففي اشاعه طلعت انه الملك عرفهم واستدعي جمال عبد الناصر بالفعل وحقق معهم. وطبعا هو كان ذكي جدا، فقدر ان هو يتهرب من التحقيق بصوره او باخرى، وان هو ملوش علاقات لا بالاخوان ولا بحد وكده. اتكشف امتى او اتحقق مع الرئيس عبد الناصر امتى؟ 52. فبالتالي كان لابد من اتخاذ قرار، واتقال كده، هم قالوا احنا يعني في حاله صراع مع الملك، واللي هيلحق يعني هيخلص على التاني ولذلك تقرر تقديم موعد الثوره. مين اللي قرر بقى في الوقت مجلس قياده الثوره؟ مجلس اللجنه القياده اللي هم كانوا 9 في الوقت ده، ولا كانوا زادوا؟ كانوا زادوا شويه. عبد الناصر كانت المشكله اللي قابلتهم هيتحركوا ازاي؟ خلي بال حضرتك بقى، مشكلتين هنا تاني. المشكله الاولى احنا موقفنا ايه من القوى السياسيه المدنيه، خاصه يعني لازم اقول ده انه الجيش المصري تم اختراقه من الجماعات السياسية الإيديولوجية. جماعة الإخوان حسن البنا كان بيخش يخطب في الضباط والجنود وجنود الصف ويصلي معهم كل جمعة في فرع من أفرع القوات المسلحة أو في مكان ما، فقدر يجند مجموعة من الضباط. عبد الناصر كان واعي جدا، خبر هذه الجماعة، عرف، وصل لقرار مبكر جدا إن هو والجماعة ماشيين على قضبان قطر متوازي لن يلتقي أبدا. هم عايزين الدولة الدينية والخلافة، وهي فكرة وهمية عند عبد الناصر، وهو عايز الدولة المدنية ويطرد الملك، وهم متآمرين مع الاستعمار وموالين منه. عبد الناصر رافض فكرة الاستعمار من الأساس ولابد من طرده. أخذ قرار هنا مهم جدا إنه الضباط الوطنيين اللي هو بيتعامل معاهم لو في حد فيهم عنده انتماء إخواني يخرج، ما يبقاش معانا. وفي اتفاق جنتلمان بينهم ان هم ما حدش يفتن على التاني، ان هم محترمين جدا. فالاخواني اللي عايز يستمر على انتمائه يخرج. الماركسي اللي منتمي لاي منظمه ماركسيه يخرج. طبعا خالد محي الدين كان منتمي لمنظمه ماركسيه في انتماءات متعدده. كلهم وافقوا ان هم يفضوا ارتباطهم بهذه القوى المدنيه، ويتحول التنظيم الى تنظيم وطني عسكري من الطراز الاول، الا واحد بس من الاخوان المسلمين رفض، وكانت حجته انه مين هياكل اولادي لو انه الملك قبض علينا. فعبد الناصر قال له مين هياكل اولادي انا كمان لو ان الملك قبض علينا. ده اسمه عبد المنعم عبد الرؤوف. عبد المنعم عبد الرؤوف واحد من الضباط. وفي قصة بقى لتغلغل الإخوان، وعبد الناصر كان بيلعب معاهم إزاي في الجيش في الوقت ده، وإزاي إنه قدر يستقطب مجموعة. دي تفاصيل كتيرة مش عايز عشان وقت الحلقة يعني، لكن لما قال له كده قال له طب خلاص أنت اعتزلنا يعني اخرج، وخرج بالفعل. بس هرجع لهم تاني بعد ما تقوم الثورة على طول هرجع لهم. المنظمات التانيين ما خلاص رفضوا انتماءاتهم، وبالتالي بعد ما جس نبض هو الاخوان وفهمهم، وجس نبض الوفد كمان بالمناسبه، عيسى سراج الدين راح لفؤاد سراج الدين وجس نبضه. لو قمنا بحاجه شويه عيال روحوا ما فيش